جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل على المرأة إذا ما أرادت أن تصلي هل عليها أذان أو إقامة أو تكبر مرتين كما سمعنا من بعض الناس، وأيضا عند النافلة ماذا يلزمها؟ جزاكم الله خيرا. ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإنما هذا خاص بالرجال، ولا تكبر مرتين، وإنما تكبر مرة واحدة تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا بها، ولا تكبر مرتين، وإنما تكبيرة الإحرام مرة واحدة، والنافلة والفريضة سواء في هذا. نعم.